وإياك وما يعتذر منه. يا أخي أنت مؤمن، والاعتذار إهانة للمؤمن. الاعتذار يعني أنت صرت ذليل أمام الإنسان الذي تعتذر إليه. الله ما يريد للمؤمن الذلة، وأنت تريد لنفسك الذلة؟ نبي الله دا يقول لا تسوي شيء يذلك، انت تصر على هذا الشيء؟ تصر على هذا الشيء؟ وإياك وما يعتذر منه، لا تسوي فرد شيء اللي تعتذر منه، هذا ذلة، هذا ذلة. وبعد وأحب